سليم عبد الله أحمد الجبوري ولد في عام 1971 بقضاء المقدادية في محافظة ديالى. يحمل شهادة الدكتوراه في القانون. بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 أصبح عضوا في لجنة صياغة الدستور وعضوا في مجلس النواب منذ عام 2005. انتخب رئيسا للبرلمان في عام 2014 وهو عضو في الحزب الإسلامي ونائب أمينه العام منذ عام 2011. أصدرت حكومة المالكي مذكرة اعتقال بحقه وفق المادة 4 إرهاب، لكن بعد ذلك أسقطت التهم عنه. في نيسان 2016 صوت 171 عضوا في البرلمان على إقالة الجبوري. أولا إقالة السيد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري، تصويت. يعتبر إجماع. إلا أن المحكمة الاتحادية قضت بعدم قانونية إقالة الجبوري. بحسب النائبة علي نصيف، فإن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني أوقف عملية إقالة سليم الجبوري. قاسم سليماني حمى سليم الجبوري من أن شو اسمه أن متم عملية إقالته. في آب 2016 اتهم وزير الدفاع المقال خالد العبيدي الجبوري وعددا من المسؤولين بالتورط في صفقات فساد بمليارات الدولارات. في ليلة الاستجواب يغلق التلفوني صراحة. في اليوم الثاني قبل ما دخلت للاستجواب في غرفة سليم الجبوري جاء علي قال لي البارحة 40 مرة اتصلت بيك وما حصلتك. أنا كنت قاعد يم السيد النائب، الموضوع كان حليناه. حنان الفتلاوي جاي يقول لي يمها نعم مقابل 2 مليون دولار. الأسماء سليم الجبوري موجود يقول لي الساحة السياسية مفتوحة، لازم أن نعمل سياسيا بالمستقبل وفي الموصل وفي ديالة، ولكن نحتاج إلى فلوس. هاي الفلوس نحصلها من خلالكم أنتوا وزارة الدفاع، أنتوا عندكم الفلوس. إلا أن القضاء برأ الجبوري من اتهام العبيدي له بالفساد. اتهم وزير المالية المقال هوشير زيباري الجبوري بالتواطؤ مع كتلة المالكي بهدف التسقيط السياسي. في عام 2017 تم توجيه الاتهام إلى سليم الجبوري بالتحايل على الموازنة العامة من خلال التلاعب ونقل أموال من الموازنة إلى مخصصات النواب تقدر ب 417 مليون دولار. برغم الدمار الواسع في الكثير من المدن العراقية كالموصل والرمادي وملايين النازحين، إلا أن عهد سليم الجبوري لم يشهد انعقاد جلسة طارئة واحدة عن المجازر المرتكبة بحق المدنيين في المعارك مع تنظيم داعش. كما تغاضى الجبوري عن متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن البرلمان باعتباره المعني الأول في هذا الصدد. لكن النازحين ورقة نستغلها إذا أردنا أنه نبرر مواقفنا السياسية، و أحد أوجه هذا الاستغلال هو ما تحدث به السيد سليم الجبوري، وأحد أوجه الإساءة أيضا هو ما تحدث به لما قال أن هناك تقصير. اللي يقول أكو تقصير عن النازحين خلي يروح يزورهم بالحيدرية الآن وفي مناطق أخرى بالسماوة وبالبصرة وبكل مكان. منعت الميليشيات في بداية عام 2016 رئيس البرلمان من الدخول إلى المقدادية التي انتخبته نائبا يمثلها، وذلك بعد مجزرة ارتكبتها الميليشيات هناك قتلت العشرات من رجالها ودمرت الكثير من المساجد والممتلكات. أعرفه قاعد وياه وأعرف أمه وأعرف أبوه. والله أقول سليم عيب عليه لما جانا السلسل، ما عيب عليه ما يقفلنا وقفة صحيحة، لازم يقفلنا وقفة صحيحة. شلون باكر يريد أن تواجه إحنا وياه؟ شريد تعذر لنا في منطقتي. خلال زيارته لمدينة الموصل في بداية عام 2018 تجاهل سليم الجبوري طلبات ذوي المعتقلين والشهداء من أهل الموصل، وتم الاعتداء على بعضهم من قبل حمايته. ما يستلم الجبوري اخذ موبايل ورا ما تجيب الموبايل، اقول استلم الجبوري كان ضرب الموبايل بالقاع كسرنا الباب على جهازك كسر. ابرز القوانين في عهد سليم الجبوري: قانون ميليشيات الحشد الشعبي الذي منحها الحقوق والحفاظ على هويتها وممارسة أنشطتها العسكرية والأمنية واستخدام القوة.
من حيث المبدأ تم الموافقة على تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يعزز الانقسام الطائفي ويسمح بزواج القاصرات. قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لآلاف العراقيين بتهمة العمل مع النظام السابق. من أبرز القوانين المعطلة في عهد سليم الجبوري تعطيل قوانين مهمة تتعلق بالقضاء وحقوق الإنسان والأحوال المدنية والفساد وأخرى اقتصادية وأمنية، مثل ملف التحقيق بسقوط الموصل واستجواب القادة العسكريين ووزراء الدفاع والداخلية. تعطيل قانون النفط والغاز الذي يتضمن تأسيس نظام إدارة العمليات النفطية في العراق. الحقوق الواجبة على الدولة تجاه الموظفين بعد نهاية خدمتهم. قانون المحكمة الاتحادية العليا. قانون مزدوجي الجنسية، علما أن الكثير من البرلمانيين حاصلون على جنسية إضافية بجانب العراقية. قانون المهن الصحية والتمريض. قانون المتجاوزين. قانون من أين لك هذا الذي يتضمن بنودا تحاسب المسؤولين المتجاوزين على المال العام. كل هذه القوانين عطلت في عهد رئيس البرلمان سليم الجبوري. يبلغ الراتب الإسمي الشهري لرئيس البرلمان 12 مليون دينار عراقي، إضافة إلى 8 ملايين مخصصات لشهادته. راتب رئيس البرلمان سليم الجبوري يفوق راتب الرئيس الصيني بعشر مرات. شهد مجلس النواب في عهد الجبوري العديد من جلسات الفوضى والمشاجرة بين النواب. الجلسة ترفع ساعة، خلال ساعة ترفع. في آب 2017 أعلن سليم الجبوري انسحابه من الحزب الإسلامي وتأسيس حزب جديد. نزل ما صلح باكوف نيس، وإن رأي الإمام أنه الآن وقف إطلاق النار والجمهورية الإسلامية، نحن مع الإمام حتى آخر قطرة دم. الإمام إذا يقول حرب، الإمام إذا يقول صلح، نعم نحن مع الإمام. نحن نعلم بأنه الإمام هو الآن الإمام الذي يمثل الإسلام. خلي نحاسب كل من ساهم في ساحات الاعتصام. ساحات الاعتصام هي التي أدت إلى انهيار الجيش. ساحات الاعتصام هي التي مهدت لداعش ومكنت داعش. ويقف أمينها العام الأخ هادي العامري موقف ابن العراق البار، وهو بقوة شباب الوطن، وهو يقود شباب الوطن في معارك الشرف ضد الإرهاب. دعبول راح أعرض الآن طلب 109 نائب لحل لجنة الخبراء. على المرشح سليم الجبوري تسجيل 999 ألف دولار مقابل هذه الدعاية الانتخابية لإدارة قناة الرافدين.